بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا حاليا بالمعاش صح. انا حاليا بالمعاش. وأين كنت تعمل وقت أحداث بورسعيد في 26/27/28/1/2013؟ كنت أعمل نائب مأمور قسم شرطة العرب. كنت أعمل نائب مأمور قسم شرطة العرب. هل كنت متواجدا بالقسم يوم 26/1/2013؟ لا فندم، كنت رايح خدمة ليلية عشان كنت باقي في القسم، وجيت يوم 26 الساعة 7 مساء. أنا كنت في راحة ورجعت يوم 26 الساعة 7 مساء. متى وصلت إلى القسم؟ الساعة 7 مساء. كيف دخلت إلى القسم؟ اتصلت بزملائي في القسم لتأمين عشان كان في ضرب نار، وأمنوني دخلت القسم. ما هي الحالة التي كان عليها قسم الشرطة ومحيطه في ذلك الوقت؟ هو ساعتك القسم كان بيتعرض لاطلاق نار من جميع الجهات، وكان باب القسم مغلق، وكانت القوات كلها مليئه داخل القسم.